السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وصحة وسلام. اليوم بنشرح طريقة الإكسبلويت حقة الإنتر بلو، الإنترنال بلو. طبعا الإنترنال بلو هذا ريموت إكسبلويت على مايكروسوفت، هو كتبوه جروب اسمهم إكويشن، وبعدين صار لليكت، يعني في جروب اسمهم شادو بروكرز سووا ليك للإكسبلويت هذا. طبعا جروب الشادو هذا النون الى الان، وسووا ليك للاكسبلويت هذا. طبعا الاكسبلويت هذا هو فرنبلتي موجوده في ويندوز، تسمح لنا ان نسوي رن الكود. الكود هذا هيعطينا ريموت على المشين. طبعا عشان نسوي او نطبق اللاب هذا، انت تحتاج انه يكون عندك الميتا اكسبلويتبل رننج. طبعا هذا الويندوز فيرجن، حندخل الاعدادات بس تتاكد انه على نفس النتورك حقتك، حط نات نتورك على حسب النتورك حقتك، سواء كانت كودن دوجو او كانت واتيفر، حطه على النتورك هذا وتاكد ان كالي حقك على نفس النتورك عشان هم يقدرون يتكلمون على البعض. انا الحين عندي ماشينين على نفس النتورك. طبعا الويندوز ما انا المساء ما نقرب وما نفتحه، نعتبره كتارجت كتارجت ماشين. فلذلك حنسوي اول شيء nmap ونقول sn، اللي هو sn option. هذا يقول للnmap اذا انت سويت discovery host لا تسوي port scan. اوكي، اذا سويت discovery host لا تسوي port scan، بس علمني ايش الهوست اللي موجوده في النتورك. طبعا نحط الاي بي حق النتورك حقك. طبعا عشان تعرف النتورك حقك تجي هنا config، وتعرف ايش النتورك حقك. حتاخذ اول ثلاث ارقام، يعني حنكتب بالنسبه لي 192.168.2، بعدين حنحط السبنت ماسك اللي هو 24 عشان عندي هنا 255255. بعدين نخلي ان ما بيسوي لنا سكان. الحين الماب بيطلع لنا الأجهزة اللي موجودة في النتورك حقي أنا. طبعا الجهاز الويندوز عندي هو 23 شغال. أنا الحين حسوي التارجت حقي، اوريدي سويت الايدنتيفاي اللي هو 23، حتسوي كلير. الحين أنت كبنتريشن تيستر أو كهاكر أو كايثيكال هاكر حتستخدم ان ماب عشان تسوي سكان للمشين التارجت مشين حقك. حنسوي ان ماب، حنستخدم السويتش اللي هو اس بي كابيتال وان. هذا السويتش نقول له نو بينك، لا تسوي بينك الهوست. وبعدين حنقول له السويتش الثاني اللي هو شرطه ان، حنقول له نو دي ان اس ريزولوشن، لا تسوي لي دي ان اس ريزولوشن. وبعدين حنقول له شرطه اي سويتش اي، حنقول له سوي لي ديتكت للسيستم انفورميشن، موست اوف ذا سيستم انفورميشن. وبعدين حنسوي اللي هو السي سمول وسي كابيتال اللي هو سينك سكان، بس انه ستيلثي ستيلثي عشان الفاير وولز، وما الفاير وولز احيانا يسوي لها باس. وبعدين حنقول اسوي لنا بعد على جميع البورتس. طبعا هذه البورتس اللي هي من 0 الى 65535، اتوقع يب 65535. وبعدها حنقول له، طبعا انت كيف تبغى تحط الاوتبوت، تقدر تقول له حط لي الاوتبوت فايل، بس عشان احنا حنعرضه سريع ما نبي الاوتبوت فايل. حنعطيه التارجت اي بي 192.168.2.23 اللي هو التارجت حقنا قبل شوي سوينا الايدنتيفيكيشن. انتر، حيسوي لك سكان كامل على الفيكتيم ماشين او التارجت ماشين حقك. ننتظر السكان عشان يطلع لنا المعلومات. طبعا الاساينمنت طالب منا وي بي سبيسيفيك ان وان بورت اللي هي 4445، حتكون فيها الـ SMP vulnerability. الحين نشوف مع بعض
ياخذ وقته. طبعا بعد ما يسوي سكان انت تستخدم جوجل طبعا في كل شيء، google.com، تستخدم جوجل في كل شيء عشان تعرف اذا في حاجه انت منتبه لها في السكان او في vulnerability، تبي تعرف ايش الاكسبلويت حقه. ننتظر. راح أسوي باز للفيديو عشان الوقت بس. طبعاً السكان طول لأني مستخدم السويتشات هذه، بس حنا كبنتريشن تيستر أو كسايبر سكيورتي بروفيشنالز لازم نعود نفسنا دائم على إيش؟ على أن نستخدم المهارات العالية أو الادفانس سكيلز. السكان جاب لك كل شيء، الأوبن بورتس، السيرفيسز، يعني راح لك كل الاوبن بورس جابها لك. احنا فهمتنا في الفيديو هذا وفي الاسايمنت هذا نستهدف بورت 445 اللي هي فارنبل للاس ام بي ريموت اكسبلويت. طبعا لو نطلع نشوف مع بعض هذه، بس بوريكم البورتات. عندك هنا البورتات هذه كلها اوبن، بعدين عندك الـ SMB Security، عندك هنا Discovery على الـ Windows 8 والنت بايوس. نرجع للبورتات اللي فوق لأنه هو يمشي بالبورتات هذه، نلقى إيش؟ نلقى 445 Open. طبعاً لما تلقى 445 Open Windows Server 8 لازم، أو أنه من المفترض أنك تسوي عليها الـ اللي هي الـ SMB scan. طبعاً إما عارفين التول قوي وعنده أدوات كثيرة، فنقدر نستخدم مثلاً نقدر نقول nmap، ونقدر نقول target port target port 444 445، واستخدم لي سكريبت، استخدم لي السكريبت اللي عندك يا يعني nmap اللي هي حقت الفرنبوليتي ms 1701. طبعا لما نسوي انتر سوالنا سكان كامل على البورت هذه لحالها، وجاب لنا في السكريبت حقته يعلمك وش هو فرنبل لاي فرنبلتي او لاي اكسبلويت. طبعا الاي دي موجود عندنا حق اللي هو كومر فرنبلتي اكسبلويت. نقدر حنا طبعا، انا اكلمك اذا انت شخص ما تعرف الحاجات هذه اول مره تمر عليك، تقدر تسوي كوبي هنا كنترول كوبي هذه، يا يعني انك تسوي لها جوجل، تجي هنا جوجل وتكتب اكسبلويت، او انك تطلع هنا الاكسبلويت في جوجل تطلع تاخذها، او انك تكتب كلير. طبعا احنا الحين عرفنا ان التارجت فارنبل، واكدنا انه فارنبل تو ذس اكسبلويت. فاحنا كسايبر سكيورتي بروفيشنالز حنروح نستخدم MSF Console. طبعا MSF Console هذا آلة كانت تستخدم زمان كلعبة، الحين هي مي كلعبة، هي الحين الناس يستخدمونها كبنتستينج. في اختبارات كثيرة ما تسمح لك انك تستخدم الآلة هذه، مثل OSCP، تتوقع OSCP تسمح لك تستخدمها مرة او مرتين، I'm not sure. لكن الآلة هذه تساعدنا في حاجات يعني كثيرة وتختصر علينا أمور كثير. خلونا نشوف مع بعض. نروح نقول search ونحط نفس اسم الإكسبلويت، أوكي، وإنتر. المتسبلويت أو MSF Console سوارك بحث على الفرنبوليتي هذه، طلع لك كذا واحدة. أنت لو رحت في النت حتلقى هذه أول واحدة. طبعا هذه ثانيات ولها مودلز ثاني وما بعد جربتها، لكن هذه معروفه اللي هي اللي احنا تارجتين او الاسايمنت حقنا حق اليوم. حتجي وحتقول يوز زيرو، احنا الحين استخدمنا هذه
اوكي. لما نستخدم هذه حنقول له اوبشنز. طبعا الاوبشنز هذه يعلمك السلاح حق اللي انت مستخدمه كمثال، او الاكسبلويت اللي انت مستخدمه وش مميزاته او وش اعداداته. طبعا هنا الار هوست اللي هو الريموت هوست او التارجت هوست، كل شيء هنا اكسبليند. انا انصح انك تقرا وتشوف هذه الاله راح تستخدمها طول عمرك كسايبر سكيورتي. طبعا احيانا لو المتاسبلويت حقك او المسيف كونسل حقك قديم ما راح يسوي لك باي ديفولت الويندوز اند انتربتر. طبعا انت عشان تسويه تقدر تقول لو ان هذا لو عندك ما طلع البيلود تقدر تسوي بيلود. طبعا هذا زي ما تقول لاير نظيفه على الاكسبلويت حقنا. تقدر تقول بيلود، تقدر تقول سيت بيلود وتكتب ويندوز هذا هنا وتسوي انتر ويجيك. طبعا نرجع ثاني مره للاوبشنز. اوبشنز خلونا نشوف الاوبشنز. حنسوي سيت للار هوست اللي هو التارجت حقنا، سيت ار هوست على 192.168.2.23 وبعدين انتر. بعدين تقدر انت تقدر تغير اعدادات التارجت، مثلا تقدر تغير اللوكال هوست. هذا اللوكال هوست حقك لو تيجي هنا طبعا اذا هو مو ست عندك تقدر تكتب بس ست لوكال هوست وتحط الاي بي حقك اللي لما تيجي اف كونفيج تلقاه هنا. انا اوريدي محطوط عندي باي اوتوماتيك. طبعا هذا الام اس اف كونسول الجديد يسوي لك حاجات كلها باي اوتوماتيك. نرجع نشوف الاوبشنز بس متاكد انه سوانا الار هوست. نجي الاوبشنز الار هوست ست، وبعدين هنا عندنا البورت اللي هي 445 تارجتد، وعندنا اللوكال هوست والبورت حقت اللوكال هوست. طبعا الحين جاهز التارجت حقنا نقدر نسوي له اكسبلويت. حتقول له run او اكسبلويت run يشتغل معك. الحين هو جالس يرسل الكود الفرنبل. طبعا هو فرنبل في الكود هذا، فهو جالس يرسل الكود عشان يفتح لنا شيل. وسط الكود هذا اللي حيرسله حيكون فيه البيلود هذا. البيلود هذا هو اللي يفتح لنا الشيل في اللوكال هوست حقنا على البورت هذه. طبعا تنتظر يجيك وين. طبعا الحين انت دخلت على جهاز التارجت، انت اوريدي ان تقدر تقول get user id حتشوف انك ادمن. هذه معروفه في الويندوز اوثوريتي سيستم يعني انك ادمن. طبعا في الواجب طالب منك اول ما تدخل هنا، طبعا انت الحين سويت الانماب وسويت الانماب على نفس الفرنبلتي وسويت الاكسبلويت والحين انت في المتربتر. والجيت يو اي دي هذا هو اللي يعلمك اي يوزر انت. طبعا انت كادمن لما تشوف هذه انت ادمن. طبعا الحين هو الستيب الاخير اللي طالبها منا ان ايش نسوي. نسوي ايكو للاسم حقنا. كيف حنسوي ايكو؟ حتقول شيل. الحين انا دخلت ويندوز سيستم 32 هو ام اي اوثوريتي سيستم. حتقول له ايكو مثلا عبد الله النازي. اوكي انت عبد الله النازي. تاخذ سكرين شوت هنا وتاخذ سكرين شوت على على الجيت يو اي دي وتاخذ سكرين شوت على الان ماب حقك اللي انت سويته وكذا انت اوريدي على الفيكتيم ماشين وتقدر تسوي اي شيء على الجهاز حقه، سواء تاخذ الباسوردز، تسوي سكرين شوتس، تنسخ فايلز، تضيف فايلز، تضيف مثلا فايل عنده يسمح لك انك تدخل على السيستم حقه في اي وقت. اتمنى انكم انبسطتوا وان شاء الله الجيات احلى واحلى. تمام الله.